حجاج بيت الله للحج قد قصدوا. والله الحمد لله سهالات من البداية إلى النهاية، لا تعب ولا شيء، الحمد لله رب العالمين. البعثة جزاهم الله خير ما قصروا، مرتين شفناهم، زارونا في السكن، زارونا في عرفات، جزاهم الله خير. الحجة طبعا يعني فترة طويلة، يعني أنا مو رايح يعني من سنتين أو ثلاث، يعني 26 سنة، فتشوف شيء تغيير شيء جديد كامل. الحمد لله جزاهم الله خير عن المملكة العربية السعودية، المخيمات جاهزة، الحمد لله رب العالمين مكيفة، والتعب تعب الوقت يعني قلة النوم لا أكثر ولا أقل. الحمد لله رب العالمين، كل سهالات الحمد لله رب العالمين، ترتيبات من أحسن ما يكون، ربي لك الحمد والشكر. والله شهادتي فيها مجروحة يعني بحرينية. لا الحمد لله رب العالمين، يعني ترتيب من أحسن ما يكون، الأوقات اختيار الأوقات حق المناسك ان احنا نروح ان يكون ما يكون فيها زحمه، ربي لك الحمد، يعني الحمد لله تيسير، الحمد لله كل شيء مرتب الحمد لله. توقعنا يعني انه بيكون زحمه هالسنه بس الحمد لله كل شيء تيسر. كل المواقف الايمانيه الحلوه من طواف بالكعبه ولا المبيت في المخيمات الحمد لله كلها مشاعر حلوه الحمد لله، ان شاء الله نكررها السنوات الجايه. الحمد لله رب العالمين، كان بتوفيق الله وتيسيره كان ميسر، كان الحمد لله امورنا طيبه فيه. طبعا موقف عرفة طبعا كان مشاعر عرفة كانت غير عادية طبعا حضرتك، كان تمتزج فيها المشاعر الروحانية بالأمور النفسية بغير ارتباط الإنسان نفسه بالوطن بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، طبعا كانت عالية جدا، كانت لا تقدر أكيد.